اذكر 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 أنواع دفاتر وكراسات يستخدمها الطلاب في المدرسة. نعم أستاذ إسماعيل. دفتر الرسم. هلا شوف دفتر الرسم صح. وأعلى احتمال يا سلام من حقك أن تقرر. نجي نسألكم لو تحوله على السلطان جمهور الكم. نعم. سهل. نعم. فضل أستاذ إسماعيل. نعم. وفضل أخت فرح. وخلي نشوف الأخت أسامة. قولي لي دفتر إملاء. دفتر الإملاء اللغة العربية. دفتر دفتر الإملاء. خطأ خطأ أول. وست سلامة دفتر البياني للرياضيات. دفتر الرياضيات البياني. خلي نشوف. نعم موجود. وأستاذ أحمد اذكر عدد دفاتر العادية. هذه ما لها علاقة بها. الدفاتر يعني بها خصوصية. اذكر أنواع دفاتر وكراسات يستخدمها الطلاب في المدرسة. دفتر خطوط الموسيقية. دفتر الخطوط الموسيقية. النوطة الموسيقية. نوطة الموسيقية. نعم. صح. برافو أستاذ أحمد. يا سلام. وش تقول أستاذ إسماعيل؟ دفتر إنجليزي. دفتر الإنجليزي اللغة الإنجليزية. ونعم أيضا موجود. وشفت أسامة دفتر المختبر للعلوم. العلوم؟ يعني خلينا نشوف. دفتر مختبر دفتر علوم. خلينا نشوف موجود. نعم. باقي احتمال لكم خطأ واحد. السلامة أي دفتر؟ بس دفتر رياضياتي العادي. ما شنو؟ دفتر رياضياتي العادي يعني المخطط مو البياني. يعني دفتر الرياضيات. دفتر الرياضيات موجود. لا مع الأسف خطأ. خطأ ثاني. من حقكم أن ما تشاورون. أي هاي تشاورون الآن على احتمال واحد. والأستاذ أحمد شي يقول؟ ما أجب باله. ما أجب باله. خلينا نشوف جزء حتى الجماعة هم يجي وجزء يعرفوه. إذن خلينا نشوف السلطان جبر وليد. نعم. عدد دفاتر العادية. اذكر أنواع دفاتر وكراسات يستخدمها الطلاب. نعم. في المدرسة. كراس الخط. كراس الخط. كراسة الخط. كراس الخط. كراس الخط. كراس الخط. ثلاثة هم يقولون كراس الخط. أنت قرري. شو تقولين ست فرح دكتورة فرح؟ والله رأيي من رأيهم إن شاء الله كراس الخط. كراس الخط. الخط. كراس الخط.